من الصيحة ومنها نطالع زاوية إليكم للكاتب الطاهر ساتي التي جاءت اليوم بعنوان السعر التقليدي. يبتدر ساتي زاويته بالقول أخطر ما في حياة الشعب هو أن تصاب عقول المسؤولين بالعقم بحيث يعجز عن توليد الأفكار المثالية. ويقول الكاتب على سبيل المثال للتخلف المستمر ما يسمى بسعر التركيز للقمح، وهو السعر الحكومي لشراء القمح من المزارعين بعد تمويلهم بواسطة البنك الزراعي، والأسعار التركيزية من الأفكار المتخلفة التي كان يبتدعها النظام المخلوع وأورثها لحكومة الثورة كأنها عادات وتقاليد. ويزيد ساتي ويقول ولأن الحكومة لا تتعلم من تجاربها، إليكم ما حدث في الموسم الماضي. لقد تم تحديد السعر التركيزي ب 2500 جنيه، وعندما تدهورت قيمة الجنيه أعلن المزارعون رفضهم لهذا السعر، فرفع مجلس الوزراء السعر إلى 3000 جنيه ولم يرفضوه. ويقول ساتي تم سداد مبالغ التمويل نقدا، ولكن خرج مجلس الوزراء عن طوره وأصبح كما الحجاج بن يوسف يهددهم بالسجن والغرامة ومصادرة القمح ما لم يبيعوا للبنك بالسعر التركيزي 3000 جنيه. ويقول لم تنجح الحكومة في فرض سعرها ولن تنجح، وهذه هي من طبيعة الأشياء، أي الأصل في البيع والشراء هو الحرية والمنافسة وليس الكبت والتقييد والاحتكار بمثل هذه الأفكار المتخلفة. وغير بلادنا ودول قليلة متخلفة أيضا لم تعد هناك دول تؤمن بالاحتكار. ويختم ساتي زاويته بالقول فرض القيود على حركة الاقتصاد مخالف لسنن الحياة المعاصرة، ومن القيود السعر التقليدي المسمى بالتركيزي، فالمزارع يجب أن يكون ملزما ببيع قمحه للبنك الزراعي بالسعر التركيزي، بل المطلوب منه هو تسديد مبلغ التمويل. يا من تفكرون في إخراج الطائر من النفق المظلم بإشعال النار فيه.